وانت اصحى كده. يلا سيبك بقى ما عطلكش. يا ولاد listen to me. So how we decorate the first? This is hard. القلب. القلب سهلة قوي هي. And this is left atrium which mean اللي هي. So here we write three. But we put in our mind that we have left atrium الأذين الأيسر. وده الرايت اتريوم الأذين الأيمن. طبعا ده البطين الأيسر. وده البطين الأيمن. 3 يعني خلاص يا أنشطة، ستي اديتك الأمان ولا بتغفلك وبترقد لك؟ أمان؟ هي ستي دي تعرف الأمان؟ دي لغم ممكن يفرقع في وش واحد في أي لحظة. أنا أروح أخد فلوسي منها تدفعني كمان 2000 جنيه وتثبتني عند المطبخ. وأنت إيه اللي مشاك عند المطبخ يا مرعي في ساعة زي دي وكمان شايل مبلغ؟ طب ال 2000 جنيه دول بتوع إيه؟ بتقولي فين رقبتك؟ معلش يا أخويا فداك، بص أنت اعتبرهم مجوش. بس الحمد لله أنا كده بقى مرتاحة. ستي بعيدة عننا والمدرسة ماشية على مزاجي والولاية شوكار دي مهدودة وكله ماشي تمام. أيوه شوف مين. اوه عمر بوناسيرا سينيوري كاترو فاترو بيرو. غلطان يا خواجه، الهرم مش هنا خالص. هرم ايه؟ انا روبرتو جمال عفيفي. جمال عفيفي عمي؟ سي هو. ياه وحشتني اجابته قوي، نفس البياض والنقاشة. باباتو كان بيحكي لي كتير عن اجابته. اوه انت اكيد بنت عمو فتوح. اوه ماي جاد، خد هنا يا حبيبي، انت هتشتغلنا ولا ايه؟ جمال عمي كان مقطوع من شجرة، لا ليه عيل ولا تي. امال انا ابقى ابن مين؟ وانت كنت فين عايش المدة دي كلها؟ انا كنت في روما عايش مع ماماتو، بس للأسف تعيشوا أنتو، فقلت أجي أعيش مع باباتو، بس برضو للأسف تعيشوا أنتو. وجاي بقى حضرتك تقعد هنا عشان كلنا كده نعيش إحنا. مش قصتي تولعوا في بعض، أنا جاي عشان أقفش الورث بتاعي. نعم تقفش؟ اللي قاعدين يكفيكوا شر القفشين، ليختي ده جاي يقشطنا ويرجعنا للهم تاني. يعني نفهم من كده بقى إن حضرتك الوريث الوحيد، مش بيسة؟ سي، أنا الوريث الوحيد. لا يا حبيبي ما كرتش على قفايا، وانا مش ضمن ان ابن عمي فعلا. انت كنت تعرفي منين اللي ليك عم ساعة ما ورثتي؟ لا اتصلوا بقى بالاستاذ سلام، هو الوحيد اللي يقدر يقول لي اذا كان الواد ده ابن عمي فعلا ولا لا.